عقد صاحب المعالي أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات مع الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وعدد من أعضاء البرلمان العربي، تناولت العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي. مساء الخير سعادة النائب. مساء الخير أخوي العزيز. بداية يعني لو نتحدث عن أهمية حقيقة هذه الزيارة. طبعا زيارة مهمة، وهذه أول زيارة رسمية لرئيس المعالي رئيس البرلمان العربي منذ توليه المنصب، ويؤكد أهمية مملكة البحرين، إضافة إلى هذه أكبر وفد للبرلمان العربي منذ تأسيسه. نعم. يزور بلد، فزيارة البحرين زيارة مهمة بلا شك. احنا في مملكة البحرين بنستثمر هذه الزيارة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع البرلمان العربي، بالذات في المواقف البرلمانية سواء على مستوى الاجتماعات الفردية أو الاجتماعات المشتركة في التعاطي مع القضايا اللي تهم مملكة البحرين. طبعا البرلمان العربي يسعى لدعم الدول العربية في بعض القضايا التي تواجه مملكة البحرين، معروف أن احنا مستهدفين، فالبرلمان العربي وضع خطة جدا ممتازة لدعم مملكة البحرين، بالذات في موضوع الاجتماعات اللي تخص البرلمان الدولي أو البرلمانات القارية. نعم سألتنا يعني ما هي أبرز الملفات التي تناولتها جلسة المباحثات بين الجانبين؟ احنا طبعا اليوم بالإضافة إلى جلسة مباحثات مع معالي رئيس مجلس النواب، اجتمعنا مع معالي رئيس مجلس الشورى، وتشرفنا بإلغاء صاحب السمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان الخليفة. طبعا أهم شيء احنا ركزنا على وضع آلية وخطة مشتركة التنسيق بين البرلمان العربي والبرلمان البحريني في دعم قضايا التي تخص مملكة البحرين، بالذات على مستوى العمل البرلماني الخارجي. نعم. إضافة إلى التنسيق ووضع الناس ما يقول زيادة، حتى اتفقنا على زيادة التدريب البرلماني واستفادة من مركز التدريب البرلماني موجود في مملكة البحرين، والتنسيق لإقامة بعض الندوات والفعاليات المشتركة مع البرلمان العربي، لأن احنا نقدر نضع آلية وننفذ آلية تخدم مملكة البحرين وتساهم في عمل البرلمان العربي. نعم. أمانة الاجتماع كان جدا ممتاز جدا مثمر، واحنا طبعا دائما نشوف البرلمان العربي أنه هو داعم كبير للقضايا البحرينية، ودائما حتى لما البرلمان العربي يشارك في الاجتماعات الدولية دائما موضوع البحرين حاضر، ودائما هو على رأس أولويات البرلمان العربي، وهذا ما نسعى له احنا كبرلمانيين نمثل مملكة البحرين، أن احنا نكون خير أو نقير سند لمملكة البحرين. نعم. بالذات في التنسيق مع البرلمانات الصديقة والبرلمانات التي احنا كلنا عضوية فيها. نعم سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.